تعالوا مع بعض نروح لزميلتنا مريم سميح من استاد القاهرة الدولي. مريم، برحب بك يا عبد الرحمن، وبرحب بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. وطبعا يعني زي ما انت قلت، من داخل صالة 2 باستاد القاهرة ونهائي البطولة العربية في نسختها 41 للكرة الطايرة رجال، طبعا ما بين النادي الأهلي وما بين نادي النصر البحريني. ده طبعا بعد ما النادي الأهلي قدر ان هو طبعا يتغلب على نادي السواحلي الليبي بنتيجة 3-0 لا شيء، وأيضا نادي النصر البحريني بعد ما تغلب على نادي الوكرة القطري بنتيجة 3-1. خلينا نقول يعني ان يمكن عمليات الاحماء بدات من ما يقرب من نصف ساعه، خلاص يعني اقل من ربع ساعه بتفصلنا عن انطلاق نهائي هذه البطوله العربيه. زي ما احنا طبعا شفنا خلال الفتره الماضيه، اكيد طبعا كان الماسترز ليهم اداء كبير جدا خلال الفتره الماضيه، يعني يمكن بدءا من كل المباريات اللي خاضها سواء بن ياسر الاماراتي، طبعا يعني سيب العماني، خبل اليمني، كل هذه المباريات قدر النادي الاهلي يتغلب فيها بالعلامه الكامله او طبعا بنتيجه 3-0. خلينا نقول لك بعض الاجواء من هنا من داخل صاله 2. الحقيقه ان في عدد من الحضور سواء الخاص طبعا بالنادي الاهلي او ايضا بنادي النصر البحريني، يعني عدد من افراد عائله اللاعبين من هنا ومن هنا. كمان خليني كمان انقل لك الصوره في المقصوره الخاصه بصاله 2 والحضور طبعا يعني من النادي الاهلي، زي ما النادي الاهلي دايما بيبقى حريص ان هو يؤازر الفرق الخاصة بيه أو طبعا يعني من قبل مجلس الإدارة، موجود طبعا السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أيضا كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي. اما بقى بالنسبه لبقيه الحضور، اكيد طبعا يعني موجود دكتور عبد الهادي الشبيب رئيس الاتحاد العربي لطبعا الكره الطايره، وايضا المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكره الطايره، وعدد من مسؤولي الاتحاد العربي ومسؤولي الاتحاد المصري. ايضا يمكن موجود الاستاذ عمرو مخلوف طبعا رئيس اللجنه المنظمه للبطوله، وايضا استاذ حسن عابد مدير البطوله. يمكن كلنا متحمسين جدا يا عبد الرحمن، زي ما احنا عدينا او قدروا طبعا رجال الماسترز ان هم يعدوا المرحله اللي فاتت، بدءا طبعا يعني من دور المجموعات الى طبعا يعني او الادوار الاولى الى ان وصل لهذه المباراه النهائيه، اكيد هم قد المسؤوليه كلهم سواء لعيبه او جهاز فني. ان شاء الله يقدروا ان هم يحصدوا البطوله وطبعا ويحرزوا الفوز، واكيد ان شاء الله نكون موجودين مع كل مشاهدي قناه الاهلي بنحتفل طبعا بالحصول على الكاس والحصول على البطوله العربيه للمره الثامنه في تاريخ النادي الاهلي أو رجال الماسترز للنادي الأهلي. طيب، من وجودك في الاستاد يا مريم والناس اللي قدامك والقامات المحترمة اللي انت قلتيها دي، عايز أعرف الانطباعات عن فريق الماسترز فريق النادي الأهلي، وكمان أعرف انطباعات الاتحاد العربي والناس اللي موجودة من البحرين من نادي النصر البحريني عن فريق النادي الأهلي. طبعا يمكن يا عبد الرحمن حتى الانطباعات بدات من قبل ما نكون متواجدين هنا او من قبل حتى ما الفريقين يتاهلوا للنهائي. يمكن طبعا زي ما احنا شفنا من يومين تحديدا كان في زياره هامه جدا من الاتحاد العربي للكره الطايره، وايضا يعني كان مصاحب له هذا الوفد طبعا وفد من الاتحاد المصري للكره الطايره. الحقيقه طبعا كان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان في استقبالهم طبعا، وكان استقبال كبير زي طبعا ما بنشوف استقبال النادي الاهلي لا اي وفد طبعا حتى يليق باسم النادي الاهلي. كان انطباعاتهم ان رجال الماسترز الحقيقه ان هم عاملين اداء كبير جدا خلال الفترات الماضيه، والحقيقه ان هم ادائهم كمان ارتفع يمكن كمان اخر عام الحقيقه، وهم ده شايفينه كمان في البطوله العربيه، وشايفين ان خير ما يمثل البطوله العربيه او يحصل عليها طبعا هو النادي الاهلي، نظرا للاداء الكبير اللي هو اداه خلال الفتره الماضيه، خاصه ان كانت كل مباريات يا عبد الرحمن بتخلص بالسكور النهائي النادي الاهلي 3-0 لا شيء، ويمكن كان في فرق صعبه، يمكن كل الفرق الماضيه مش فرق سهله ابدا زي ما البعض متخيل، ولكن هي كانت فرق صعبه. علشان كده كانت الانطباعات يمكن بادئه منذ بدء البطوله طبعا، يمكن كان من اواخر شهر فبراير او منتصف شهر فبراير الماضي. الحقيقه ان كانت هذه الانطباعات ماخوذه عن رجال الماسترز طبعا، لان هم زي ما احنا شايفين يمكن هي ليست انطباعات مجامله، ولكن هي انطباعات حقيقيه عن النادي الاهلي، خاصه ان هو بيؤدي اداء كبير جدا خلال الفترات الماضيه، ويمكن هم كانوا بيتابعوه كمان في الدوري قبل حتى ما يصلوا لبدء البطوله العربيه، عشان كده كانوا عاملين حساب كبير جدا لرجال ماسترز النادي الاهلي.
طيب مريم، من وجودك في الاستاد في حضور جماهيري لفريق النصر البحريني ولا الاستاد كله لجمهور النادي الاهلي؟ لا الحقيقة عبد الرحمن، يمكن أصلا كان مسموح بحضور جماهيري يمكن 500 فرد داخل الصالة، ولكن يعني في الواقع أنه يعني لم يكتمل هذا العدد إلى الآن. ولكن الحقيقة أنه من النصر البحريني موجود العائلات الخاصة باللاعبين، ويمكن في بعض كمان من الجالية طبعا البحرينية الموجودة في القاهرة حبت أن هي تيجي عشان تؤازر طبعا يعني نادي النصر البحريني. ولكن يعني طبعا على الجانب بالآخر في بعض من الجماهير القليلة أيضا يعني لمساندة النادي الأهلي، وطبعا يعني كل الأفراد الخاصة بعائلات لاعبي النادي الأهلي. طيب مريم، أنت شفتي ماتشات لفريق النصر بالتأكيد من خلال وجودك في البطولة، عايز أعرف إيه نقط القوة في فريق النصر من وجهة نظرك؟ هل هم فريق بيطلع للهجوم، عنده ضريبة كويسين يقدر على الضريبة اللي عندنا أحمد صلاح والأقوياء اللي عندنا، عندهم ناس بيستقبلوا كويس ولا لأ؟ الحقيقة نادي النصر البحريني عنده عدد كبير جدا من نقاط القوة، سواء على مستوى يعني الإرسال والاستقبالات وكمان يمكن البلوكات، ولكن الحقيقة أنه هو عامل حساب كبير جدا عبد الرحمن للنادي الأهلي. يمكن برضو وصول النصر البحريني لهذه المرحلة في البطولة خلى برضو النادي الأهلي أنه هو يعمل حساب كبير جدا لنادي النصر، وأنه هو يتابع عدد من المباريات الماضية طبعا اللي خاضها نادي النصر سواء في هذه البطولة أو غيرها يعني من البطولات. وعلشان كده كان في حساب كبير جدا وكان في تحضير كبير جدا، ويمكن معسكر مغلق كمان سبق هذه المباراه. علشان كده يعني يمكن زي ما انت بتقول، هو اكيد في لعيبه يمكن على قدر المسؤوليه زي النادي الاهلي، ولكن طبعا احنا زي ما احنا عارفين نجومنا كبار جدا، ويمكن قبل ما طبعا بيمثلوا النادي الاهلي كان ليهم طبعا تمثيل في عدد من طبعا بطولات المنتخب المصري، وده اللي بيدي ثقل كبير جدا للاعبي النادي الاهلي احمد صلاح عبد الله سلام. يمكن كل السكور موجود يعني عبد الرحمن على قدر كبير جدا من المسؤوليه، حضروا بشكل كبير جدا لنادي النصر، خاصه انه انتصر على نادي الوكر القطري بنتيجه 3-1. ولكن يعني يمكن الفريقين عاملين حساب كبير جدا لبعضهم، ولكن طبعا اكيد الحساب الاكبر معمول للنادي الاهلي من قبل نادي النصر البحريني. طيب النصر البحريني معاه مدرب برازيلي اسمه سيرجي كونيا، واحنا عارفين طبعا قيمه الكره البرازيليه او قيمه الطايره البرازيليه يعني، وقدر يتخطى الوكر القطري. الوكر القطري برضو فرقه مش سهله، وفي نفس الوقت هم معاهم محترفين على قدر عالي. انطباعك عن المدرب ده وعن المحترفين الاجانب اللي في الفرقه مريم؟ طبعا يا عبد الرحمن، يمكن هم عاملين حساب كبير جدا زي ما انا قلت لك، انطباعاتهم ان هم اكيد زي ما هم عاملين حساب، ولكن هم ايضا عندهم ثقه كبيره جدا في نفسهم ما دام هم وصلوا لهذه المرحله. الحقيقه ان المدير الفني واللعيبه المحترفين عندهم ثقه كبيره جدا، درسوا اللعيبه اللي موجودين قصادهم في النادي الاهلي، ولكن زي ما هم عاملين حساب في نفس الوقت هم داخلين بثقه، وده اللي عمل حسابه النادي الاهلي بشكل كبير، لان الثقه دي كانت واضحة على نادي النصر سواء طبعا على مستوى المدرب وعلى مستوى المحترفين الموجودين في صفوف الفريق. علشان كده كانت الثقة دي مطلوبة جدا ان هي تكون موجودة منهم. وعلشان كده على الجانب الآخر هذه الثقة يمكن انعكست للنادي الأهلي، وهو ده اللي خلى يمكن النادي الأهلي يعمل حساب كبير جدا سواء للمحترفين الموجودين في صفوف الفريق او ايضا للمدير الفني. وزي ما انت قلت يعني المدرسة البرازيلية هي مدرسة كبيرة جدا وليها باع طويل في الكرة الطايرة. طيب كابتن مينو مصلحي مهيئ اللعيبه طبعا، واحنا عارفين ان هو من اقوى المدربين المصريين، بنثق فيه جدا وحسم بطولات كتير جدا للنادي الاهلي، وهو اسم كبير في عالم الكره الطايره. اتكلمتي معاه قبل المباراه او قدرت تتواصلي معاه قبل المباراه؟ عايزك برضو تنقلي لي اللي حدث بينه وبين اللعيبه، هل هو تم تهيئه اللعيبه، اجتمع باللعيبه في الملعب قبل ما يبداوا التسخين مثلا؟ يمكن انا يعني ما كانش ليا الحظ ان انا اجتمع معاه النهارده، ولكن خلال الفترات الماضيه كابتن ميدو مصلحي يمكن كان حتى على قبل يعني ان هو يهيئ الفريق على المستوى البدني والفني، نفسيا كمان كان بيهيئه بشكل كبير جدا. الحقيقه كان في محاضرات سبقت هذه المباراه، كان في يمكن محاضره سبقت قبل عمليات الاحماء على طول، ويمكن كمان كان النهارده في صباح اليوم كان في محاضره ايضا للعيبه مع كابتن ميدو مصلحي. كابتن ميدو واثق خاصه
ان هو كان بيحقق يمكن ارقام كبيره ونتائج كبيره جدا عبد الرحمن خلال الفتره الماضيه، خاصه في بطوله الدوري، وقدر ان هو كمان يمكن يكتسح نادي الزمالك زي ما احنا شفنا برده في المباريات الماضيه، على الرغم من كانت هذه المباريات على ارض نادي الزمالك او خارج ارض النادي الاهلي، ما كانتش بتلعب يمكن في صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، ويمكن ده مدي ثقه كبيره جدا ان هو يمكن ماشي بخطى ثابته خلال الفترات الماضيه، يمكن ما كانش فيه اي اخفاقات تذكر، وده اللي كابتن ميدو خلى اللعيبه تركز عليه، انتوا عملتوا كل النتائج الكبيره خلال الفتره الماضيه. مريم الماتش بيبتدي تقريبا وراكي، ثبتوا النهارده في نهائي البطوله العربيه. تقريبا الماتش خلاص بيبدا وراك يا مريم، الحقيقه التغطيه ممتازه، شكرا مريم على التغطيه الرائعه، فريق عمل قناه النادي الاهلي عامل مجهود كبير جدا في استاد القاهره الحقيقه يعني، ومريم عامله مجهود رائع طبعا.